بدي انتقل من موضوع صيدا وعين الحلوة إلى الاستحقاق الذي ينتظرنا غدا، الذي له علاقة بحاكمية المصرف المركزي. شو اللي ناطرنا ابتداء من بكرة؟ كيف قراءتك أستاذ جان عزيز للمشهد، لنواب الحاكم الأربعة، لانتهاء ولاية رياض سلامة بعد 30 سنة، وكل هذا الإرباك اللي حصل بالفترة الأخيرة؟ أول شيء ماذا ينتظرنا؟ ينتظرنا تسلم النائب الأول حسب المادة 25، وإذا بتذكر هذا موضوع من شهرين ثلاثة طرح، وقلت لك كان يومتها إنه أكيد سيستقيل، وقلت لك سيستلم الحاكمية ونسى كل الباقي من الدلع اللي سميناه الدلع السياسي. هلا لا بس حتى يعني بعده لليوم في المرجعيات السياسية والدينية حتى سيستلم للاستقالة، يعني هيدي بآية ثانية بيدخل هالشيء الدلع السياسي ورفع المسؤولية. هلا بنحكي عنها تنصل من المسؤولية. أنا برأيي غدا عن جد يوم تاريخي، بأي معنى؟ إنه يوم ليتأكدوا اللبنانيين بعد 30 سنة إنه الكارثة وسبب المأساة مش وجود شخص بمصرف لبنان، المأساة والكارثة وجود هذه التركيبة السياسية يلي من 30 سنة كلفت هذا الشخص بهذه السياسات. منا صدفة انه رياض سلامة يتعين بعهود الياس الهراوي وامين لحود ومشان سليمان ومشان عون، وما حدا يقول لك انه متنصل من المسؤولية. مش صدفة ابدا، مش صدفة انه يتعين مع حكومات رفيق الحريري ونجيب المئات مرتين وسليم الحص وسعد الحريري. هاي مش صدفة، مش صدفة يتعين مع وزراء مال من حسان دياب. لا التعيين، لا التعيين مع سعد الحريري، تعيين 17 مش صدفة، من وزراء المال من جورج قدم لفؤاد السنيورة وما بينهما. تقول شو هيدي منظومة، وحتى نعبر عن إذا بدك كارثية هذه المنظومة برقم. أستاذ جورج بتعرف اليوم الدولة اللبنانية قدي بتفوت دولار فعلي؟ 20 مليون دولار شهريا. 20 مليون دولار شهريا قد ايه تنفق؟ 200 مليون دولار شهريا. من وين الفرق؟ من اموال الناس، علما انه هاي التركيبه هي ذاتها وصلت تنفق مليار و250 مليون دولار بالشهر. منين كانت عم بتجيبهم؟ اجت ركبت هيدي التركيبه، اجت قالت لمصرف لبنان روح خذ مصريات المصارف، قالوا للمصارف روحوا خذوا مصريات الناس واعطوهم بدالهم الليرات اللبنانيه. بس باطلالته الاخيره قال انه اموال المودعين بالمصارف، ما عم بقول مش بمصرف، ما عم بقول لك، وقال انه هو كبش محرقه، ما عم بقول لك، وقال انه كل الطبقه السياسيه شالت ايدها منه لانه بدها كبش محرقه. هيدي التركيبه سلطه بدها تصرف، قالت لهم لمصرف لبنان جيب لي الدولارات من المصارف الخاصه، قالوا للمصارف خذوا دولارات الناس واعطوهم بدالهم الليرات، وبس توقع الازمه خلص كل واحد بدبر راسه. فهيدي المشكله الفعلية اللي عمرها 30 سنة واللي تفاقمت أكثر من بعد زوال الاحتلال السوري، لأنه صاروا الشباب بدهم يصرفوا بشكل مجنون. هلا شو رح يصير ابتداء من بكرة؟ ايه في حاكم بالإنابة اللي هو النائب الأول، معه 3 نواب رح يقوموا بتسيير مصرف لبنان إن كان بالأصالة أو بالوكالة إذا كانوا مستقلين. شو عم بيحاولوا يعملوا؟ عم بيحاولوا يقولوا لهذه التركيبة طب وقعتونا بهالكارثه، بس خلينا نجرب على الاقل امرين، واحد اضبطوا الانفاق عبر موازنه مقبوله، واثنين روحوا على المجلس النيابي غطوا لنا ارتكابات اللي بدكم تطلبوها منهم. هلا وعدون، بس برايي اكيد الوعود ما رح توصل لمطرح. طيب شو بيعملوا ساعتها اذا الوعود رح يكملوا باللي كان عم بيعمله رياض سلامه؟ يعني ما رح يتغير شيء، رح يكملوا باللي كان عم بيعمله رياض سلامه، واذا بيغيروا عد من تقلك اللي مع رياض واللي ضد رياض، اللي مع الحزب واللي ضد الحزب، اللي مع ميشيل عون واللي ضد ميشيل عون، واللي مع الحريري، كلهم رح يفتحوا نيرانهم عليهم هودي النواب الاربعه، وكلهم رح يدعوا انه لازم تصلبوهم. ليه؟ تيكملوا صرف 9 مليار دولار اخر ما تبقى من اموال الناس، ويكفوا صيرفه ويكفوا كل شيء. صيرفه اكبر كذبه بالتاريخ، صيرفه اللي بيطلع بيدعي صيرفه. اي متى اعلنت صيرفه؟ اعلن الصيرفة ب 18 ايار 2021. قديش كان الدولار يا استاذ جورج؟ 11,000 ليرة. صيرفة بتهدي الدولار، تعلن بدولار 11,000 بصير 140,000. اوعى صيرفة، صيرفة مزراب من مزاريب هذه السلطة.
وعلينا انه نقول الامور مثل ما هي علما انه بعرف هلا يرجع يصير انتخابات بيرجعوا الناس بصوتوا لهودي الناس. شو بدك؟ كارل ماركس كان معه حق بس شوي مغيره، مش الدين افيون الشعوب، تجار الله مش افيون، افيون وطاعون الشعوب.